الجيش الليبي بات يضيق الخناق على الجماعات المسلحة في مدينة بنغازي غربي البلاد بعد نجاحه في السيطرة على معظم الأحياء والمناطق فيها. منطقة بلعون في المدينة سقطت هي الأخرى في قبضة الجيش بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين، مع عودة الحياة لطبيعتها في معظم أرجاء بنغازي. فالمعارك هناك تكاد تنحصر في منطقتي الليثي والصابرين، حيث يتحصن المسلحون بعد تقهقرهم من المناطق التي كانت تحت سيطرتهم. الجيش الليبي لا يزال يكثف غاراته على بؤر المسلحين ويلاحق تحركاتهم لقطع الطريق عليهم. مدينة درنة شرقي البلاد باتت هدفا للجيش بعد سيطرة جماعات مسلحة موالية لتنظيم الدولة على المدينة. الطيران الحربي شن غارة جوية على موقع يعتقد أنه معسكر تدريب لتنظيم الدولة في درنة القريبة من طبرق، حيث مقر البرلمان الليبي. وإلى الجنوب من العاصمة طرابلس، قالت مصادرنا إن الجيش الليبي أصبح يحاصر مدينة غريان من ثلاثة محاور استعدادا لدخولها وبسط السيطرة عليها. وتحول الحكومة الشرعية المعترف بها مسك زمام الأمور في أسرع وقت لإدارة دفة البلاد، بعيدا عن تنظيمات متشددة تلقى دعما من حكومة منبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. ولعل الصور التي بثت على الإنترنت خير دليل على الدعم الذي تلقاه هذه الجماعات المتشددة، فالصور هذه تظهر اجتماع رئيس الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عمر الحاسي مع قادة لتنظيمات متشددة يبحثون سبل السيطرة على مفاصل الدولة.